تنطلق جهاد وأفراس الإنتاج عمر الأربع والخمس سنوات المشاركة في الشوط الخامس على جائزة مطلق بن جفال السبيع يرحمه الله، أحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. تمر الخيل من أمام المنصة الرئيسية، يستر عليك يبدأ الانطلاقة في المركز الأول، لولي يحاول في المركز الثاني أول المنعطفات في هذا الشوط، ويستر عليك لا زال يقود صدارة هذا الشوط، يستر عليك ابن مرهوب مع صالح الشايعي، محاولات في المركز الثاني من لولي بن لورد أوف مين مع عادل الفريدي، المركز الثالث لأبهر البيان بن أظم مع محمد سعيد في المركز الثالث، الآن يتراجع للمركز الرابع لولي، الآن يتراجع لولي للمركز الثاني الآن، ويستر عليك ابن مرهوب مع صالح الشايعي يقود صدارة هذا الشوط، محاولات من لولي في المركز الثاني، أبها سوك الآن ابنة الفتح مع ريان الطويرش تتقدم للمركز الثالث، تراجع الاستحالة الآن للمركز الرابع، عثر أشاهده يتقدم للمركز الخامس، عثر ابن شلال معنا نواف الفيروز، تطابق على صدارة هذا الشوط ما بين يستر عليك ولولي، لولي يتقدم الآن بن لورد أوف مين مع عادل الفريدي من الخارج وواسع الخطوات، يأتي في المركز الثالث الآن واسع الخطوات ابن سلوفيزنت مع فليكس سلقادو الآن، ولولي يقود صدارة هذا الشوط، منعطف ما قبل الأخير لجياد وأفراس الإنتاج عمر الأربع والخمس سنوات، لولي يقود صدارة هذا الشوط، واسع الخطوات يأتي من الداخل، وكذلك عفر ابن شلال مع نواف الفيروز والخط والخط المستقيم، عفر ابن شلال مع نواف الفيروز ينطلق إلى صدارة هذا الشوط، والمركز الأول ينطلق بقوة ويوسع الفارق، يبتعد للصدارة والمركز الأول، جائزة مطلقة بن جفال السبيعي لعفر الآن يتقدم إلى الصدارة والمركز الأول، عثفر بن شلال ألف مبروك لخالد سليمان الصغير، تدريبات عبد العزيز.